السلام عليكم. أول حاجة نشكر الحضور، نشكر كذلك المكتب المسير على المجهودات اللي لحد الآن هناك بوادر خير إن شاء الله، نتمنى أن النتائج ديالها تبان في أرض الواقع. عندنا كذلك لاعبين اللي كانوا مع الفريق واللي قدموا مردود جيد، والتحاق ديال اللاعبين الجدد كذلك أنهم يعطوا واحد الدفعة جديدة. نتمنى وإن شاء الله هاد الالتحام اللي تنشوفوا اليوم ما بين مسيرين ولاعبين والناس اللي كذلك اللي تعاونوا الفريق من بعيد ولا من قريب، نتمنى وإن الفريق اللي تعرف الجميع أن المدينة تتنفس حاجة واحدة هي كرة القدم، نكون عند حسن الظن رفقة الوليدات كذلك الطاقم التقني ولا الطبي اللي تيقوموا بمجهودات جبارة، وإن شاء الله النتيجة ديالنا إن شاء الله نرجعوا لقسم الصفوات.